السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة جيمر جيت. اليوم عندنا مقطع توف راح يكون عن أهم الألغاض اللي لم تتوفر معك عشان تكون شخصية أقوى أو شخص أقوى في لعبة توف، تمام؟ طبعا هي بتنوع بين من إمبلم، من فلاسك، من ألاي زي كذا. في البداية أضغط سهم تحت أعلق عليه، راح عند الألاي حط عليه إكس. أنا حط أشياء معينة ثابتة. تجي هنا هذه الآليات الثلاثة أو الآلايز، هو رفيق أو موافق. الآلاي الأول هذا متخصص في الماجيك دامج، تمام؟ إذا كان معك جان، إذا كان معك آيس سيج، أي شخصية تتبع أو يسمونه داكولايت، هذه كلها تبع الماجيك دامج، تمام؟ الآلاي هذا وش يعطيك؟ يعطيك 20% من قوتك من مجموع الماجيك دامج حقك، يزودك فيه 20% زيادة. يعني لو كان خلينا نقول مثلا لو كان عندك مثلا افتراضا 100,000 ماجيك دامج، بيعطيك 20,000 زيادة، ممتاز؟ وبرضو عندك موضوع الكلبات، إذا دخلت في كلبات راح يعطيك، إذا كان كلب مثلا مسلم مثلا ليفل 11 أو ليفل زي كذا، راح يعطيك 15% إضافية في الماجيك دامج زيادة على اللي عندك. تخيل يعني انت عندك هذا الآلاي يعطيك مثلا 20%، وكلب يعطيك 15%، في حين الحين انت صار عندك 35% زيادة، يعني 35,000 غير طبعا 100 اللي معك، 35,000 هذه الزيادة، غير بعد عندك الثانيين الأسطورية الثلاثة اللي هم عندك. شوف هنا خلنا نطلع من هذه، نخش فيها. عندك التنانين الثلاثة الأسطورية، نجي هنا عند التنانين. نجي هنا الثلاثة هذولي، التانيين هذولي الثلاثة، زين؟ طبعا انت لما انت يعني انت تطلق حظ اللي هي بيضة الداغونايت، داغون ايج داغونايت، تصنع فيها التنين الثلاثة هذولي، تنين الموية وتنين البرق او تنين السماء مثلا نقول، وتنين النار. كل تنين منهم يعطيك 10% من مجموع الجمات اللي عندك، يعني مجموع قوة الجمات اللي عندك يعطيك 10% من قوتهم كلهم، تمام؟ يعني كل الزرقاء يعطيك 10% من قوتها زي كذا. فخلونا الحين نجي على الالاي، تمام؟ الالاي خلونا نقول له الله هذا اللي هو الاول. خلينا نشوف كم سعره في السوق، ودي اشوف عشان شوف الان سعره ب 12,000، تا قبل كان وصل سعره حول 50,000. فانصح اللي يشوف المقطع هذا على طول يروح يشتري الالاي هذا. اذا ما كان عندك الالاي هذا اشتري، اذا كان لاعبك متخصص في الماجيك دامج، يعني زي القن زي القن زي الدكولاي زي الاشياء هذول الباقيه، فروح اشتري الالاي هذا وعلى طول استعمله، تعلمه واستعمله مباشره، لانه بيفيدك بيقويك اكثر من قبل، تمام؟ نجي هنا لاي شخصيه تانك، تمام؟ يعني زي الكاندي، تمام؟ راح يهمه الالاي هذا، تمام؟ طبعا من وين يجيبونهم ذولي؟ بعلمكم من وين يجيبونهم، بعلمكم يعني من وين تاخذونهم ذولي. هذا عندك ذولي ينباعون في الماركت بليس، تحصلهم. خلينا نقول الحين نجي عند هذا يخفض عليك الدمج اللي يجيك من الوحوش بحوالي 20%، يخفض لان الدمج يجي عليك، يعني بيكون يعني خلينا نقول انك بتطول في موضوع التانك، تشيل تمسك وحوش تقعد مدة أطول، تمام؟ هذا الألاي راح يعطيك 20% فيزيكال دامج، اللي هم زي شادو هانت، زي شادو هانت، زي نينجا، زي اللي يسموه له الله النايت، أي شخصية معها سيف أو قوس، تمام؟ أو فيست، هو الشخصية الجديدة هذه، لازم يكون عندك الألاي هذا، تمام؟ الالاي هذا خلينا نطلع، بس خلينا نشوف كم سعره في السوق. شوف الحين سعره ب 10,000 فلوكس، يعني قسم بالله ان هذا قبل تقريبا شهر من اليوم وصل سعره 50 إلى 70,000، تخيل، يعني مره غالي. فنصحين انا انصح انك تشتري الالاي هذا، يعني انت لو مش مقطع عطوا تعال هنا واشتري ذا واشتري ذاك، اذا كان من عندك شخصيتين، عندك شخصيه مثلا ماجيك وعندك شخصيه فيسك الدمج، فاشتري الالاي هذا، اشتري عطوا، يعني لا تقول بنتظر بخلي بكره بعد بكره، ممكن يدفع سعره، فاشتري هذول الالاي اثنين ذولي، او حتى الالاي هذا بعد برضه كان يهمك بعض الاشياء، سعره مره رخيص يعتبر. فانصح الان الوقت هذا يعتبر اشوف الان هم ارخص شيء، يعني انا اتكلم عن نفسي انا شايف 30,000 انا، تمام؟ فالحين صار انه موجود ب 12,000 او ب 10,000 يعتبر مره رخيص، فانصح انك تعطوه تشتريه، تمام؟
الشيء الثاني عندك الفلاسك، تمام؟ الفلاسك اللي عندي انا هذا قبل لا اموت بشعره كذا يشتغل، تمام؟ وخلينا نقول قبل لا اموت عضو يعبي 10% من دمي، او عفوا يعبي 30% من دمي انا، تمام؟ انت طبعا عندك فلاسكات كثير كنت تشرب منها، لكن هو زينته انه يحميك من الموت. يعني اغلب الجديدين في اللعبه يمشي كذا تجي هاي ضربك ينقص دم عطول يموت، مع انه عنده فلاسك كثير، تمام؟ فمن وين تشتري الفلاسك هذا؟ تدخل افضل اوبشن، ادخل على الستور، تروح عند كلمه مور، ممتاز. خلينا نشوف تفتح ولا لا، الحين تعلق. تنزلون تحت هنا، هنا اسمها ديت ديفايندينج فيل او فيال. هذا طبعا يكلفك 20,000 من العملة. شوف احنا فوق على اليمين، انا عندي منها 6,000. هذه كيف تجيك؟ اذا انت بديت يعني كل يوم الساعة 2 الظهر راح يجيك فوق زي النجمة كذا، النجمة الذهبية او اسمها كيوبز. فتجمع منها 20,000 نقطة، تمام؟ 20,000 كيوبز مثلا، تجي تشتري فيها الفلاسك هذا وتستعمله، لان هذا الفلاسك بيخدم خدمه خرافيه مره في اللعبه، بيساعد كثير، يعني تخلص جنت مره كثير بدون ما تموت، يعني يبتزعك فزعه خرافيه. فانت ما راح تحس بقيمته الان الا لما تستعمله، تمام؟ فلما تستعمله بتحس والله المفروض تقول اني مستعمل الشيء ذا، تمام؟ يعني يعتبر شيء مره خرافي في اللعبه. برضو من الاشياء المهمه الامبلمات، زين؟ الامبلم من وين تاخذ الامبلم؟ الامبلم خلونا نقول عندك اذا كنت انت شخصيه مثلا ماجيك، عندك مثلا الامبلم هذا. شوف عندك مثلا الله في الامبلم، في امبلم يعطيك 250% من الماجيك دامج حقك، يدبل لك اياه 250% لمده 3 ثواني فقط، تمام؟ فيعني لما تكون جان وتفعل الالتيميت حقك وتشرب الفلاسك يطلع دمجك اسطوري طيب، ينتف ام الوحوش مهما كانت قوته يشيله. طبعا الالتا يبيك تكون دمج ماجيك دمج حقك مره عالي عشان يعني يبدا الشغل صح. ف وفي برضه زيه نفس السيف، اذا كان سيف ازرق هذا حق الماجيك، واذا كان سيف لون اصفر فهذا حق فسك الدمج. نفس الحاله يعطيك 250% زياده على فسك الدمج اللي عندك لمده 3 ثواني. ممتاز ممتاز. عندك لا اله الا الله شخصية الشادو هانتر، تمام؟ او شخصية تضرب مرة بسرعة، يهمك كريتيكال هيت. فيه الامبلم هذا، الامبلم هذا يعطيك 20% من الكريتيكال هيت عندك لمدة 10 ثواني زيادة، تمام؟ شوف كم سعره في السوق، سعره 37,000. قسم بالله هذا كان واصل اول 70,000 الحالة 70,000، كنا نشتري على 70-90,000 اول ذا. فشوف الحين سعره 40,000 يعتبر مرة رخيص، او 37,000 مرة رخيص يعتبر. هذا حقنا حق شادو هانتر، اتوقع الدارك لايت ينفع فعلا. حتى هذا اللي هو اللي هو الدجاجة هذه برضو من الشيء المهمة، يعني ممكن يفيدك اذا ما اخذت مثلا كتكل هذاك ممكن تاخذ ذا الثاني، عرفت؟ طبعا الاماكن اللي تلقاهم فيها هذولي برضو تخش على الستور، اعطيك اوبشن، تمام؟ تدخل هنا وتروح لين كلمة مور، وانزل انزل انزل بتشوف هذول. هذا هو حق فسك الدمج، وهذا حق الماجيك دمج، ممتاز. برضو عندك هذا الشيء يهم الجن، اي شخصيه مع اي واحد مع شخصيه الجن. هذا زينته انك لما تستعمل الفلاسك ينقص لك موضوع الالتيميت عندك. يعني انت تلاحظ بعض القويين لما يلعبون اللعبه خلينا نقول انه يستعيد الالتيميت حقه بسرعه، عطوا يجي الالتيميت حقه تلقاه، يعني هو يطلق بالالتيميت حقه تلقاه يطول مره، يطلق على الوقت العادي انت تطلق فيه بالعاده، فهمت؟ فهذا هو السبب، هذا هو السبب اللي يخلي الواحد انه الالتيميت حقه يشتغل ورا بعض بسرعه، يعني ينتشر فلاسكات كثير وينقص بسرعه الاعداد التنازل حق الفلاسك نفسه، حق الالتيميت نفسه. فالمشكلة كان في امبلمات والله كثيرة حلوة هنا، بس شالوها من اللعبة الله يهديهم، ما ادري سووا ما ادري ليش شالوها، بس قهر يعني. ف اتوقع الان اني شرحت كل شيء ممكن يساعدك في اللعبة بشكل سريع. يعني عندك مثل ما قلنا قبل، قلنا الالاي، وقلنا الامبلم، وقلنا الفلاسك، وقلنا التنانين الاسطورية الثلاثة، والكلاب بعد. كل هذولي يقوونك بشكل خيالي مرة في اللعبة،
فلازم على قولتهم انك تستفيد من اي شيء يفيدك يعني بعامل بسيط بس انه بفعل تعرفني انه يفرق معك بشكل مره كبير. تمام برضو حقولتهم عندك اللي هي الخاصية الخامسة دائما هذه الناس يستعملونها لفل الشخصية اللي انا ما انسى حاول ترفع اللي تقدر عليه ان القدرة اللي عنده ان يكبرك وانت تطلق مثلا اللي هي خلينا نحاول نطلعها لكم. نيجي عند شخصية التاكولايت تمام نجي هنا من البيضات هذه شوف الحين لعبة يكبر شوفون كيف كبر اللاعب شوفون الحين يصغر شوي خلاص وقت حقه يجي صغير. هذه الشخصية تعطيك دمج أعلى بشوي وتخلي اللاعب خلينا نقول يدمج مرة سريع تمام كلها من الخاصية الخامسة هذه اللي هي حقت الألماسر. فأي واحد مع جن مع دكرات كذا أكبر الخاصية الخامسة هذه تمام إنه بتفيدك مرة بشكل مرة أسطوري. فأتمنى أن المقطع عجبكم يعطيكم ألف عافية على المتابعة. إذا تبغون أي شيء في شيء معلومات يعني ما تعرفون عنها عن تروف أو ناقصكم أي شيء اكتبوا في تعليقات وإن شاء الله بقراها وبنزل المقطع اللي يناسبكم. يعني أي شيء ناقصكم معلومات عن تروف اكتب لي إياه وأنا بقراها وبنزل عنها مقطع إن شاء الله بإذن الله. اللي ما عشتك يشتك يفعل خاصية تنبيه. انشر القناه لاخوياكم اللي تعرفونهم يلعبون اللي تو دخلين توف جديدين على اللعبه اي واحد يشوفون من شخص جديد دخل على اللعبه اعطوه المقاطع خلوه يستفيد. اذا تبغون شرح مثلا عن التنانين كيف طلع تنانين تمام من الاسهل للاصعب فاذا تبغون الشيء هذا اكتبوا لي في التعليقات عشان انا قلت لكم اسوي مقطع عنه ومن وين من كل تنين من وين تجيبونه وزي كذا. اذا تبغون مقطع زياده عن الفلوكس او كيف تجيب الفلوكس مقطع ثاني اضافي بعد زياده اكتبوا لي برضو في التعليقات اكتبوا اي شيء وان شاء الله بقراه وبنزل عنه. يعطيكم الف عافيه على المتابعه. اسف طولت عليكم. نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.